السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من سلسلة شواء ريحانة كمال، نقدم لكم رغيف اللوز بمناسبة عيد الفطر. نخليكم مع المقادير والطريقة. المقادير عندنا نص كيلو ديال الطحين فورس اللي هو الطحين الأبيض، جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، جوج معالق كبار ديال زيت المائدة، ملعقة كبيرة ديال الخل، جوج معالق كبار ديال الزبدة كتكون رطبة، بيضة واحدة، كيس ديال الخميرة ديال الحلوة اللي هي بيكنج باودر 7 غرام، قليل من الملح، كيكون عندنا ماء الزهر ولا الماء عادي كنرطبو فيه، شعيرات ديال الزعفران، نضع البيضة، ملح، سكر كلاصي، زيت، الخل، خميرة ديال الحلوى، والزبدة، نمزج المكونات مع بعض، نضيف الماء اللي عندي من السم، زعفران شعرة، نحصل على واحد العجين اللي كيكون رطب. غادي ندلكو مزيان، ضروري ما كيتدلك مزيان، دلكت العجين وغادي نخليه يرتاح، ومن بعد غادي نقسمه لكويرات اللي كيكونوا صغار، كنشكل كريات اللي كتكون صغيرة يكونوا من حجم واحد. بالنسبة للعجين كنخليه يرتاح تقريبا 10 دقائق، كنحصل على كريات اللي كتكون صغيرة ومتساوية. كنحتاج ايضا زيت المائدة باش غادي نورق الكرة الاولى بالقليل من الزيت، قسم غادي نخليه فارغ وقسم غادي نوضع فيه العقدة ديال اللوز. ممكن تستغناو على العقدة ديال اللوز ماشي بالضرورة، ممكن تخلوهم فارغين. كنطويها بحال الرغيفة العادية، كنحصل على مربع صغير. انا عملتهم رغيف من الحجم الصغير، لكم الاختيار. كنحصل على هذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقه، دائما كنبسط بالقليل من الزيت وكنطويها على 4 بحال الرغيفه العاديه.
نبسط الكرة بالقليل من الزيت، كنضع فيها القليل من العقدة ديال اللوز، كنشكلو إما دائري ولا مربع، وكنطويها بحال الرغيف الأولى حتى كنتهي من باقي الكريات، وفي الأخير كنبسطهم عاد كنقليهم، وكنستمر بنفس الطريقة. كيجيو هشاش ولداد، ان شاء الله تجربوهم. انا قدمتهم تلبية لطلب العديد من الاخوات بمناسبة عيد الفطر وعيد مبارك سعيد. قسم وضعت فيه العقدة ديال اللوز وقسم خليته فارغ، غادي نبسطهم شوية ومن بعد نقليهم في الزيت اللي كتكون سخونة. نوضع الرغيف في مقلاة فيها الزيت اللي كتكون سخون، وكنقليهم كنستمر في التحريك ديالهم حتى كينضجوا وكيتحمروا. كما كتلاحظوا كيتنفخوا، كتكون فيهم الفقاعات، ضروري العجين ما كيتسدلك مزيان، اللون ديالهم كيتغير، كيبداو كيتحمروا. من بعد غادي نسقطرهم وغادي نخليهم حتى كينشفوا من الزيت، وعند التقديم كنوضع لهم القليل من العسل واللوز اللي كيكون مقلي ومهرمش، ولا اللوز كونكاسي محمر، لكم الاختيار.